السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بتوفيق ناصر مصاب. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة الرابعة. نتعلم طريقة إنشاء الملف وطريقة إنشاء ملف مخفي وطريقة الكتابة بالماوس وطريقة عرض المحتوى نص الملف. كل هذا الأوامر سوف نتعلمها وعرض محتوى الملف في الترمينال أي في سطر الأوامر. نقوم بكتابة الأمر الأول هو توتش. نقوم بكتابة touch أولا، ثم نقوم بكتابة مثلا اسم الملف، نقوم بتسميته sir.txt. كما تشاهدون هذا هو الملف تم إنشاؤه. الآن نقوم بإنشاء ملف مخفي. نقوم بكتابة نفس الأمر touch، ولكن هنا نضع الطافية بعد الأمر، وبعدها نقوم ب كتابة مثلا دوت مثلا هذا وثم دوت txt. والآن تم إنشاء الملف المخفي كما تشاهدون لا يتواجدون. الآن نقوم بعمل ls، ما تشاهدون الآن هو لا يوجد هنا. لماذا؟ لأن لدينا خطأ. كما تشاهدون هذا هو السرب دوت txt، هذا الملف الذي قمنا بإنشاءه. لنقوم بعمل clear يتضح الأمر لماذا هو الخطأ. ls-a لعرض الملفات المخفية كما تشاهدون هو هذا هو الملف. بعدها قمنا بكتابة ls-a. الآن لنقوم بعمل clear وذهاب إلى الأمر التالي هو الكتابة داخل الملف. نقوم بكتابة نانو nano، وبعد نقوم بكتابة اسم الملف الذي قمنا بإنشائه sar.txt وثم انتر. لنقوم بكتابة مثلا sar، والسطر الثاني ليكون 000، ونقوم بنقر كنترول x بعد كنترول yes او y وبعد انتر. الآن لنعرض محتوى الملف. كما تشاهدون هذا هو محتوى الملف الذي قمنا بإنشائه. نقوم من عرض محتوى الملف في الترمينال أو سطر الأوامر. نقوم بكتابة cat فوكات، وبعدها نقوم بكتابة اسم الملف هو sar.txt. الآن كما تشاهدون عرض محتوى الملف كما هو موضح، وبعدين نقوم بالتعديل عليه أو إضافة سطر آخر. ننتقل إلى اسم الأعلى المتواجد في الكيبورد، ننتقل إلى الأمر وثم نقول إنتر، ونقوم بالتعديل مثلا نضيف 999 وثم X وY ثم إنتر. الآن لنقوم بعمل ريلود. كما تشاهدون تم إضافة السطر هنا. وهذا المحتوى اليوم كان، ونتمنى لكم الاستفادة. مع السلامة.